Serein, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. الهدف هو أشهر السنة. The months of the year. أشهر السنة. I listen and repeat. أستمع وأكرر. الترجمة: جانفي، فيفري، مارس، أبريل، ماي، جوان، جويليا، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. نحاول أن نجد طريقة سهلة لنطق هذه الأشهر. جاء شهر جديد فقلنا جانيواري، جانيواري، فيبريواري، فيبريواري، فيبريواري. هذه آخر الكلمة هي كلمة واري، واري، فيبريواري. أما هذه مارس، مارس، مارش، سي اش، هي الشين، أصلها مارش، مارش، وتدمج في اللغة فيقول مارش، تش، تي اتش، مارش، مارش، مارش. ابريل، ابريل، يشبه كلمة افريل، سهل. ماي، جون، جون، جولاي، جون، جولاي، جون، جولاي. أغسطس، سنرى الطريقة. الأشهر عند الأمم الأخرى سنعرف هذا. الأشهر عند أغسطس، شهر غريب، أغسطس هو شهر أوت. هذا أصعب ربما نطق، سنرى كيف نتجاوز الصعوبة هنا. أما سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر مثل الفرنسية. هذه الأشهر عند الأمم الأخرى، العربي والسرياني والروماني والقبطي. هنا نوفمبر، ديسمبر، مارس، أبريل. قبطي، روماني، فارسي، سرياني. أغسطس، هذا هو أغسطس، أغسطس. شهر قبطية، رومانية معربة إلى اللاتينية. يناير، فبراير، يناير، فبراير، مارس، أبريل، ماي، أوت، غشت، مصري، آب. هذا هو أغسطس، أوت، أغسطس هو آب، أغسطس هو آب، هو أوت، غشت هو أوت، هو آب. بلاد الشام، بلاد الشام، يناير، ليبيا، عبد القذافي عندها أشهر. جانفي، فيفري، مارس، أبريل، ماي، جوان، جويلية، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. في ليبيا يقولون أي النار، النيار، الربيع، القير، المار، الصيف، ناصر، هندير، الفاتح، التنور، الحرس، الكانون. عندهم أشهر تسميات خاصة بها. في المغرب